من أبرز أسباب فشل النخب العربية في المستوى يعني السياسي والثقافي والاقتصادي حتى، إن عقل النخبة العربية في غالبه عقل بسيط. يعني تجد إنسان مهندس وعقله تطبيقي يقود حزب سياسي ويدخل فيه في غمار السياسة. العقل التطبيقي هو عقل يعني بسيط، معنى أنه واضح، 1 + 1 = 2. هذا المنطق يصلح في الفيزياء، يصلح في الكيمياء، يصلح في البيولوجي. لكن في السياسة أو في علم الاجتماع ممكن 1 + 1 = 5. فإذا العقل البسيط غالبا إذا دخل في المجال الإنساني يحدث تشوهات ولا يقدر على أن يعبر إلى مساحات النجاح. عكسه هو العقل المركب. العقل المركب إن يكون الإنسان يعني بالغ التخصصات متعدد الأبعاد. تعال ناخد مثال من التاريخ، يعني صلاح الدين نجح لأن كان عقله عقل مركب. هو من العرق الكردي، مذهبه شافعي، صوفي الطريقة، عسكري النشأة، قام في مصر من أسرة عسكرية. كل هذه المدخلات جعلت من صلاح الدين بطل قدر يعمل منجز حضاري. أيضا إذا شفنا التجربة التونسية، أحد أسباب نجاحتها الكبرى أن القائد هناك أو الحركة الإسلامية معظم أفرادها عقلهم مركب، أقصد أفرادها القيادات. يعني شيخ راشد الغنوشي كقائد في الحركة النهضة الإسلامية يعني دارس فلسفة وكان له اتجاه قومي سابقا، تتلمذ على كتب مالك بن نبي، قرأ كتب حسن البنا، انفتح على النموذج الإيراني، أقام في لندن. كل هذه الخلطة جعلت عقله عقل مركب يقدر أن يعبر في الفضاء السياسي. فغالبا إخفاقات النخبة العربية بتحصل عندما تكون القيادات في مجملها هي قيادات عقلها بسيط، عقل تطبيقي. ودي واضح جدا في الأزمة المصرية. معظم قيادات الحركة الإسلامية، معظم قيادات الأحزاب هتجدهم خلفية تطبيقية، ونصيبهم من العلوم الإنسانية التي تنفتح على الحقيقة ولا تمتلك كل الحقيقة ضئيل جدا. فأعتقد أني التحول الحقيقي المطلوب أن تمتلك النخبة العربية عقلا مركبا ذا أبعاد كبيرة، قادر على أن يدير التجمع والمجتمع الإنساني بعيدا عن لغة يعني الأرقام والحسابات. فأعتقد نقطة مهمة جدا ينبغي الانتباه إليها.